يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينك. دكتور حسين الحربي حياك الله معنا. الله يحييك دكتور محمد ومشكورين جدا على الاستضافه. الله يسلمك ان شاء الله. دكتور حسين الحربي حضرتك استشاري جراحه عظام وكسور وايضا اصابات رياضيه. دكتور حسين تكلمنا يمكن في حلقات سابقه عن قطع الرباط الصليبي وايضا مشكلات الركبه من خلال التهشم او القطع بالنسبه حق الهلال الغضروف الهلالي، وايضا تكلمنا عن اذا رشلنا هذا الغضروف وصار مثلا خشونه في الركبه ودخلنا بهذه المشكلات. دكتور خذينا سلسله من الحلقات بطريقه متسلسله، فوصلنا دكتور ان اذا هذه الخشونه سببت لنا مشاكل وايد كبيره نوصل حق المرحله الاخيره وهي تبديل المفصل. دكتور لك المايك، كلمني عن هذه المشكله. شوف اليوم احنا وصلنا للمرحله الرابعه من الخشونه. نعم. جربنا كل الحلول السلميه منها الابر، تقوية العضلات، العلاج الطبيعي، تخفيف الوزن، في ناس تاخذ ابر حرارية والكورتيزون. نعم. ما في نتيجة. حل دكتور ما في نتيجة، يعني الآلام مستمرة. الآلام مستمرة، مو قادر تمشي أكثر من 5 دقائق، مو قادر تروح جمعية. تكرم في ناس ما يقدروا يروحون الحمام. صحيح. طبعا مشكلة الصلاة أيضا، الصلاة نسوها. صحيح. سنين صلون على الكرسي. كرسي صحيح. فهذه المرحلة الرابعة. ما بعد المرحلة الرابعة هو التدخل الجراحي. نعم. شنو التدخل الجراحي؟ شنو عملية تبديل المفصل؟ دكتور شلون ريلي وتحطون ريلي جديدة؟ صحيح. المعتقد كذي. طبعا المريض لازم يفهم شغلة، ما هو المفصل الصناعي؟ المفصل الصناعي هو شغلة نلبسها على عظمة الفخذ وعظمة الساق عشان الاحتكاك يروح. نعم. فيروح الألم فيرد المريض يمارس حياته بشكل طبيعي. ممتاز. مفصل صناعي وجد ليسهل أمور الحياة. ممتاز. العملية هذه فيها عوامل كثيرة مهمة، منها قوة العضلات. المفصل يعتمد كليا على العضلات. نعم. المفصل نفسه هو عامل فقط للمرونة. صحيح. أما العضلة هي اللي راح تخليك تقوم، هي اللي راح تخليك تمشي، هي اللي احنا نركز عليها بعد المفصل الصناعي. ممتاز. اليوم بعد الله سبحانه وتعالى 20% بيد الجراح، 80% بيد المريض. شنو بيد الجراح؟ العملية. صحيح. شنو بيد المريض؟ تقوية العضلات. صحيح. والعلاج الطبيعي. ممتاز دكتور، عشان كذي احنا يمكن نشوف ان في اسماء مثلا رنانة في عمليات الركبة، لكن نسمع ان هذا الشخص فشلت مع العملية أو النتيجة سيئة، والشخص الثاني يمدح هذا الدكتور ويقول أن العملية ناجحة 100%. فأعتقد دكتور أن أنت إهمالك مثلا للتقوية، سلوكيات خاطئة ما بعد العملية، هي اللي أعتقد راح تأثر بشكل وايد كبير على نجاح العملية. طبعا إحنا اليوم لما أتوجه لعملية استبدال المفصل دائما أذكر بروفيسوري يقول اختار مريضك. شلون؟ شلون؟ اليوم المريض اليوم لما تختاره من وزنه، من استيعابه، من الاشياء اللي انت تقولها، مطيع، التزامه. نعم. احنا مريضنا شاف اموره طيبه، شاف العافيه خف طنش. خلاص. انا ادق على المريض ليش ما رحت العلاج الطبيعي؟ ليش تلقاني الحين انا عندي تيم معين في العلاج الطبيعي. نعم. عندي مركز معين في العلاج الطبيعي، عندي تقرير كل 6 جلسات تجيني تقرير كامل. نعم. المريض هذا داوم، اخذ المسكن، اخذ المسيل، سوى تمارينه، كان مطيع، مجيب. اذا هذا المريض ما اخلي فتشة بيني وبينه. نعم. كل اسبوعين اجيبه، شنو سويت؟ ورني قوة العضلة، اجيس، هل في تقدم؟ صحيح. هل المريض متاخر عن المستوى الطبيعي، المعدل الطبيعي؟ فهذه عوامل مهمة. احنا اول يقول فلان بدل ركبة ما مشى، ليش؟ صحيح. صحيح. في اسباب كثيره. في اسباب كثيره. ممتاز دكتور حسين الحربي، عندي الكثير من الاسئله لكن ان شاء الله بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل الحديث الشيق مع الدكتور حسين الحربي.
يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل الدكتور حسين الحربي، كنا قاعد نتكلم عن تبديل المفصل وبينت لي كثير من النقاط الهامة حول هذا الموضوع. لكن دكتور، في تقنيات كثيرة وتتطور الأجهزة المستخدمة في العمليات الجراحية، شنو التقنية اللي تكون مميزة عند دكتور حسين الحربي؟ اليوم دكتور حسين الحربي الوحيد في الكويت اللي يستخدم الروبوتك سيستم، ما شاء الله، في تبديل مفاصل الركبة والورج. نعم. والوحيد المخول له من شركة استرايكر لاستخدام الروبوتك سيستم في الكويت. ممتاز. طبعا هذه انتقائهم للدكتور، لازم يكون متدرب على ايدي دكاترة ويكون عنده شهادة في استخدام ودورات معينة في استخدام الروبوتك سيستم. دكتور، هذا الروبوت موجود عندنا الحين ويتم استخدامه في نعم الكويت؟ نعم موجود في الكويت. ممتاز. وانا الوحيد اللي استخدمه. ممتاز. واليوم احنا مسوين اكثر من 100 حالة في الروبوتك سيستم. ممتاز. شنو الروبوتك سيستم؟ هو درع آلي يساعد الجراح في تقشير العظم وتركيب المفصل الصناعي، دقته، حدة الألم، تشافي، الموازنة. طبعاً إحنا اليوم نسوي عملية تبديل المفصل من غير قطع أوتار العضلات. نعم. فندخل للجهة الأمامية من الركبة، نوخر وتر الصابونة، فيتم عن طريق روبوتك سيستم أخذ الإحداثيات وتقشير. ممتاز. عظمة الفخذ، ثم نلبسها المفصل الصناعي وتقشير عظمة الساق ونلبسها المفصل الصناعي. بس أنا قبل العملية أنا عارف حجم المفصل، عارف كم ملي لازم أقشر. الريول عادة مع مراحل الخشونة يتقوس، بس يتقوس. صحيح. فعملية الموازنة بين الأوتار ضروري. جدا صعبة طبعا. واللي أحسن من هذا كله هو أن الروبوتك سيستم يبين بين الأوتار والعضلات، فيتفادى الأخطاء البشرية لا سمح الله أثناء إجراء هذه العملية. معناته أن الدقة وايد كبيرة تكون فيه. نعم. ممتاز. نعم. نعم. وثاني شيء، نتيجة جدا مرضية للمريض، الآلام جدا مقارنة بالطرق التقليدية اللي أهلي يسوونها الحين، هو حدة الألم 5 مرات أقل. وتشافي المريض خلال 2 إلى 3 شهور تلقى رد الحياة الطبيعية. ما شاء الله. ممتاز. وثانية تريلة جدا ممتازة. ممتاز. في عامل ثاني مهم في انتقاء المفصل وهو وزن المريض. طبعا احنا عندنا نوعين من المفاصل، مفصل يعتمد على أوتار المريض كلها، نخلي الوتر الجانبي الاثنين الخارجي والداخلي والرباط الصليبي الخلفي. هذا المفصل للمريض اللي وزنه ممتاز، عضلاته قوية، يعطي حركة المفصل كأنه مفصل طبيعي. طبيعي. صحيح. ممتاز. فهذا وايد ناس يعني ترد تصلي بالأرض بعد المفصل الصناعي، تمارس حياته، تسوي رياضة كأنه ما عنده مفصل. ممتاز. دكتور، بعد هذه العملية ايش كثر تقريبا يرجع الى حياته الطبيعية؟ عادة من 2 إلى 3 شهور. ممتاز. يعني المدة ما هي طويلة ما شاء الله. نعم. بس المريض لازم يكون ملتزم بالعلاج الطبيعي. نعم. 3 مرات بالاسبوع. نعم. انا ارد واكرر 80% من نتيجة العملية على العلاج الطبيعي. صحيح. انا ايام فرنسا لما كنت عايش هناك واشتغل هناك، كان المريض يطلع من المستشفى على مركز العلاج الطبيعي يهتم. نعم. كان يقعد شهر كامل هناك. كان باليوم يحصل على 3 جلسات علاج طبيعي، خلال شهر المريض راد دوامه. اي ما شاء الله. هناك اللي يتقاعدون 65 سنة. صحيح. ترى مو نفس الكويت 50 55. صحيح. المريض صف على اليمين. لا، هناك يرد يمارس حياته بشكل طبيعي. ممتاز. وانا اعتقد دكتور ان هناك يعني ايضا يهتمون في الجانب الرياضي اكثر من اللي عندنا هنا. يعني تلقاه كبير في السن يوميا صباحا يمارس الرياضه وكذا، فهذا اعتقد عامل ايجابي ان عضلاته تكون وايد افضل. فنسمع حضرتك ذكرت ان وجود العضلات، المرونه والاطاله، هذه كلها عوامل ايجابيه لصحه هذا المفصل. صحيح. انا العضلات هي الماكينه. صحيح. المفصل هو التاير. نعم. ماكينه خربانه بدلت تاير بتكسر في السياره، ما فايده. صحيح. اما ماكينه نشيطه بس بدل تاير دكسل راح يمشي. صحيح. المفصل هو تاير. انا دائما اقول حق مريض الكلمه هذه. ثاني شغله ايه هي الاهم والمريض اللي لازم يستوعبها، لازم تبدل المفصل الصناعي بالوقت المناسب. لا تنطر لما تضعف عضلاتك. صحيح. ويزيد وزنك وما تصير تنام بشكل صحيح.
اخذت مسكنات وايد وارهقت جسمك. نعم وارهقت جسمك. نعم. وبعدين ياي تبدل المفصل. صحيح. وتنطر نتيجه ممتازه. لا، اذا بدلت المفصل الصناعي بالوقت الصحيح وعضلاتك كانت قويه وحركتك كانت طبيعيه بس بالم، راح تكون النتائج جدا مرضيه. اما لا تجيني بولتشير وتقول لي دكتور فلان سوى كذي ومشى. صح. وفلان سوى كذي وللحين ما استفاد من العمليه. صحيح. ممتاز. فهذا نصيحه ممتازه. دكتور حسين الحربي، انا اشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمه. اعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهايه حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله. مع السلامه.